مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا وهذا اللقاء لراديو الزهره وصباح الزهره. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ الدكتور ابراهيم سليم، عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه مدينه السادات. اهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا دكتور ابراهيم. اهلا بيك يا فندم، واهلا بيكم في الزهره وصوت الزهره. يا دكتور ابراهيم، يعني كل عام وحضرتك بخير، عام جامعي جديد. كيف استعدت الكليه ليوم الاستقبال العام الجامعي الجديد يا فندم؟ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مدينة السادات تتزين اليوم بالزهور وبباقات الأمل وبالحب والترحاب بأبنائها الطلاب الجدد والقدامى لبداية عام دراسي جديد. تتمنى الكلية وكل طاقمها من عميد الكلية وأساتذة الكلية وأعضاء الهيئة المعاونة في الكلية والعاملين للطلاب الجدد عام دراسي جديد موفق ومتميز إن شاء الله رب العالمين. الكلية النهاردة بتعمل احتفالية بسيطة ترحب فيها بأبنائها الطلاب الجدد والقدامى، وتوضح للطلاب الجدد أهمية الكلية وأهمية الدراسة في الكلية، وتبين لهم التخصصات المختلفة وطريقة الدراسة، باعتبار أن الكلية تعتمد على نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، جميل. ولأن نظام الساعات المعتمدة غير مطبق في معظم الجامعات أو الكليات المصرية، فكان يستوجب على إدارة الكلية أن توضح لأبنائها الطلاب نظام الدراسة ونظام اختيار المواد لكي يتسنى للطالب أن يتميز. وممكن لطالب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مدينة السادات إن هو يحصل على درجة البكالوريوس قبل 4 سنوات. جميل جدا. وتعلم سيادتك ان مجلس النواب اقر تشريع جديد ان الطالب لو حصل باجتهاده على درجة البكالوريوس قبل 4 سنوات تصدر له شهادة التخرج. كل هذه الامور لا يعرفها الطالب المستجد من ابناء الكلية الجدد، فكان واجب علينا أن نرحب بهم، وطبعا بحضور معالي الأستاذ الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، وهو دايما يدعمنا ولا يفوته مثل هذه الإيفنتات أو الأحداث أو الحفلات لكي يوضح للطلاب المسيرة التعليمية ومسؤولياتهم أمام العمليات التعليمية ومسؤولياتهم أمام الوطن ومسؤولياتهم أمام أهليهم وواجباتهم أمام المجتمع. كل هذه الأمور توضع في شكل احتفالية بسيطة سوف تقام اليوم في كلية الحاسبات.